تألقه الكبير في كأس العالم 2014 بالبرازيل وتوقيعه ثنائي قادة المنتخب الجزائري إلى دور ثمن نهائي، كلها عوامل جعلت إسلام سليماني من بين أكبر المطلوبين في سوق التحويلات الصيفية. نجم الخضر ألهب الميركاتو وتلقى إشادة واسعة من وسائل الإعلام الفرنسية ومن بينها صحيفة ليكيب الدولي الجزائري، وبعد توقيعه في صفوف سبورتينغ لشبونة الموسم الماضي مقابل 300 ألف يورو قد يغادر النادي البرتغالي الصيف الحالي بقيمة لن تقل عن 10 ملايين يورو بعد ارتفاع جنوني في قيمته على خلفية تألقه اللافت في المونديال. وللتذكير فأندية كريستال بالاس، ويستهام ونيوكاسل مهتمة بخدمات سليماني وتنوي جلبه إلى الدور الإنجليزي، كما يتواجد مهاجم شباب بلوزداد سابق في أجندة العديد من الأندية الألمانية ومن أهمها مايانس وشالك 04.